وهنا سؤال: هل يجوز للداعي أن يدعو على المدعوين الذين لا يقبلون دعوته؟ ربنا ينتقم منكم ويهدكم ويخرب بيوتكم ويأمل ويسوي. ويستدل بذلك بقصة نوح. بعض الناس من المساكين الأغرار يستدلون بدعاء نوح على قومه بجواز الدعاء على المدعوين الذين لا يقبلون الدعوة. افترضنا مثلا انت بتدعي ناس يسيبوا شرب السجائر والدخان ويذهبوا يجروا صلوا ويلتزموا السنة ولكنهم رفضوا دعوتك، تدعو عليهم يستدلون بالقصة على ذلك. وهذا استدلال فاسد من وجوه عدة. الوجه الأول أن قومه كانوا كفارا أصليين، كفار أصليين، أما المدعوون من أقوامنا فهم مسلمون ولكن عندهم انحرافات في مسائل أو قضايا. فارق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي انحرف عن القصد فدعوته دعوته إلى القصد. ملو شوي، احنا عاوزين نظبطه بالضبط زي الشجرة المنحرفة، نريد ان احنا نجعل هذه الشجرة ماذا؟ مستقيمة. لكن الشجرة موجودة ولكن فيها ماذا؟ انحراف. وكذلك فالدعوة إلى الله عز وجل تصحيح المسار واستقامة السبيل لمن انحرف عن المسار أو هذا السبيل، بخلاف دعوة الكفار فالكافر مشرك، أما هذا فهو مسلم. فارق بين الاثنين. الأمر الثاني وهو الأوضح أن الله تعالى أطلع نبيه نوحا على أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذن أوحى الله تعالى إلى نبيه أن قومه ضرب عليهم الكفر فلن يؤمن منهم إلا النفر القليل الذي قد آمن، وعندئذ دعا عليهم. فيا ترى هؤلاء المتجرئون على أقوامنا ليتهموهم بالكفر أو بالزندقة أو بالردة ومن ثم يدعون عليهم بالهلاك والبوار، يا ترى هل أوحى الله تعالى إليهم أنهم لن يؤمنوا وأنهم لن يرجعوا وأنهم لن يهتدوا؟ إن قالوا أوحي إلينا كانوا كافرين مرتدين، وإن قالوا لم يوحى إلينا قلنا كانوا متقولين على الله عز وجل. وبالجملة الدعوة رحمة، الدعوة رحمة، ينبغي للإنسان أن يرحم غيره وأن يترفق به حتى إذا خالف أو عاند أو كذب أو عصاه لا ينبغي أن يدعو عليه بل ينبغي أن يدعو له، ادعي له. إذن هذا فارق وفرقان بين حال المدعوين من أهل الإسلام وبين المدعوين من قوم نوح، هذا فرقان واضح.